10. نذهب إلى صور وردتنا حول الخبر العاجل الذي ننقله الآن. مراسل الحدث يؤكد مقتل جندي إسرائيلي بعملية دهس وإطلاق نار قرب مستوطنة كوديم. نتابع الصور التي وردتنا حول هذه العملية. إذن نتابع هذه الأخبار التي ترد من الضفة الغربية والتي تفيد بمقتل جندي إسرائيلي بحسب مراسل الحدث في عملية دهس وإطلاق نار قرب مستوطنة كادوميم. على ما يبدو كما نتابع في الصور يعني هناك ملاحقة كذلك في السهل في هذه الحقول المجاورة للطريق، وكذلك يعني نتابع في مزيد من الصور التي تردنا من هذا الموقع. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.